نقولوا كلمة كيسك اليادة اللبوري تزنوا كرة مع شندولي الكرة مع الشنطوري مع الشنطوري كيسك اليادة اللبوي اللي يلبو تدي تبون بيه هتلاقوني انا حميد ويا بيه يا بيه ان شاء الله ندعم ابن بلدنا ده الهرم شنطوري يا محترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الكورة مع الشنطوري. النهاردة عندنا حلقة مليئة بالإثارة والصواريخ الشنطورية كالمعتاد. النهاردة طبعا عندنا أحداث كتيرة بتملأ الشارع المصري، قطبي الكرة المصرية، فوز الأهلي، هزيمة الزمالك، تصريحات المستشار مرتضى بعدم لعب السوبر في قطر، عندنا كمان منتخب مصر الأولمبي فوزه وتأهله لطوكيو، وعندنا المنتخب الأول، وعندنا طبعا سيد العرب وسيد البلد وسيد الناس الاتحاد السكندري، وطبعا بنبارك للنادي الاسماعيلي صعوده لدور الثمانيه في البطوله العربيه، وعندنا جزء كبير كمان من الحلقه عن احدث الانديه السكندريه نادي المجد السكندري. وبالمناسبه دي هيكون معانا لقاء مع رئيس النادي المحترم الاستاذ اسلام الصياد، وضيف الحلقه النهارده هو كابتن احمد صالح نجم النادي الاهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين بنادي المجد السكندري. في البدايه طبعا كوبايه الشاي او كوبايه العصير وسيب نفسك خالص واسمع واعرف ايه اللي حصل في الشارع المصري على مدار هذا الاسبوع. بداية بسؤال الحلقة بيقول: من يتحمل مسؤولية خسارة الزمالك من انبي؟ شاركونا طبعا بآرائكم وتعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك بيج الكورة مع الشنطوري. ألف ألف مبروك منتخب مصر الأولمبي، لاعبين وجهاز فني وإدارة اتحاد الكرة، وطبعا لجمهور مصر عموما. تأهل مستحق، فوز مستحق، وبطولة غالية هي الأولى في تاريخ المنتخبات المصرية الأولمبية. تأهل الـ 12 لطوكيو طبعا تأهل تاريخي لمنتخب مصر. كابتن شوقي غريب حصد برونزية كأس العالم للشباب، وإن شاء الله نتمنى له التوفيق وحصد أحد الميداليات الثلاثة في طوكيو 2020. نتمنى كل الدعم من الدولة للمنتخب الأولمبي، وإن شاء الله يكونوا عند حسن الظن بإذن الله. الأهلي مع فايلر حاجة تانية خالص. يا ترى الناس اللي كانت بتنتقد إدارة الأهلي بالتعاقد مع مدير فني السي في بتاعه مش قوي إزايهم دلوقتي؟ فايلر أو سوبر فايلر زي ما أنا بقى دلوقتي هسميه، يمتع، يبدع، يقنع. فايلر عادل الرقم القياسي المسجل باسم مانويل جوزيه كمدير فني أجنبي، خاط أول سبع لقاءات ليه مع النادي الأهلي كلهم انتصارات، وده اتحقق عام 2004 مع مانويل جوزيه. فايلر اصبح تاني مدرب في تاريخ الاهلي طبعا كمدير فني اجنبي ان هو يحقق 7 انتصارات في كل البطولات متتاليه. فايلر حاجه محترمه جدا يا جماعه، اتفرجوا على النادي الاهلي واسلوب النادي الاهلي في الملعب، اتفرجوا على الجماعيه، كل حاجه موجوده. من العمق بيلعب، من الاجنب بيلعب، من كل حته، ضربات راس بيسجل. اتفرج على شغل مستر فايلر في الكرات الثابته، في الضربات الحره، اتفرج على الضربات الركنيه بيعمل فيها ايه، كل مرة بتتلعب بشكل مختلف. إذا في جمل متفقين عليها، واضح جدا بصمة هذا المدرب الرائع حتى الآن. فايلر نجاحه مش بس إنه بيكسب 3 و4 و5، فايلر تعرف إزاي إنه نجح؟ إن الأهلي قعد حوالي شهر أو 40 يوم بدون ماتشات رسمية، وأول ما رجع هل حد فيكم حس إن النادي الأهلي كان في أجازة أو ما بيلعبش ماتشات رسمية لمدة تزيد عن شهر؟ الإجابة لا. يبقى إذا هذا الرجل هو رجل ناجح بكل المقاييس. هنستفيد اكتر بقى في الكلام عن النادي الاهلي مع نجم الاهلي طبعا السابق الكابتن احمد صالح بعد الفاصل. النادي الاهلي كمان قبل ما نختم فقره الاهلي، حقق رقم قياسي جديد في الكره الطايره على مستوى العالم، دخل موسوعه جينيس كاول فريق على مستوى العالم يحقق 100 انتصار متتالي في البطولات المحليه والقاريه، وده رقم لم يسبق له مثيل. مليون مبروك لاداره النادي الاهلي ولجهاز فريق الطايره واللاعبين. هندخل بقى على نادي الزمالك. للاسف نادي الزمالك لما تحب تعمل ارقام قياسيه دايما بتتحقق في ماتشات الزمالك. اف سي مصر حقق اول هدف ليه واول نقطه ليه في الدوري العام عموما على ايد الزمالك. كابتن حلمي طولان وانبي حقق بالامس 2-1 فاز على الزمالك، وهو اول فوز لانبي في الدوري هذا الموسم. كمان الزمالك نفسه حقق اول هزيمه له هذا الموسم امام انبي بالامس. علامات استفهام عديدة وغريبة على ميتشو. ميتشو لحد نهائي كاس مصر والفوز الكبير والمستحق على بيراميدز ترفع له القبعة. ميتشو ما بعد ذلك
تائه ضائع بعد توقف 40 يوم. الزمالك بلا طعم، بلا شكل، بلا لون، بلا هوية. هل تتخيل معي عزيزي المشاهد ان حازم امام جناح الزمالك اليمين او الباك رايت او الجناح اليمين او الجناح الشمال او حتى الباك الشمال بيلعب هاف ديفندر في نص الملعب؟ هل تتخيل ان الديفندر الوحيد في الملعب محمد حسن ميتشو يستبدله بين الشوطين وينزل لاعب وسط مهاجم؟ اعتقد اللي حصل مع نادي الزمالك محتاج مراجعه ومحتاج وقفه. هنطلع بقى تقرير دلوقتي مع رئيس نادي المجد الأستاذ إسلام الصياد، ثم نرجع نستقبل ضيفنا كابتن أحمد صالح. انتظرونا. إحنا نلتقي النهاردة مع رئيس نادي المجد السكندري، أحد أحدث النوادي في الأسكندرية، الأستاذ إسلام الصياد. بنرحب بحضرتك. أهلا بحضرتك، شرفت نادي المجد وفي بداية كويسة إن شاء الله معي بحضرتك. شرف لينا طبعا ان احنا نلتقي بحضرتك لاول مره، وعايزين حضرتك تكلمنا وتكلم الساده المشاهدين في نبذه سريعه كده عن الاستاذ اسلام الصياد. بسم الله الرحمن الرحيم. اسلام هاشم صياد، انا نوبي من عايش في اسكندريه، والدي كان عايش في اسكندريه، خريج كليه التجاره، محاسب قانوني ومدير مالي في مجموعه النيل للمفروشات ورئيس نادي المجد. يعني اتشرفنا بحضرتك طبعا. كلمنا بقى حضرتك ازاي جات لك فكره ان انت تنشئ نادي المجد، وقول لنا بقى له قد ايه. هو بص، احنا بدانا الاول في الشركات، فاحنا كنا بننافس في الشركات، دخلنا فريق ووصلنا الحمد لله ان احنا بننافس مع الفرق الكبرى في الجمهوريه، وطلعنا رابع جمهوريه مرتين. ومن هنا جت الموضوع ان احنا محتاجين ان احنا نطور نفسنا شويه فندخل درجه رابعه. فالحمد لله ابتدانا نمشي ان احنا في اجراءات ان احنا ننشئ نادي المجد، والحمد لله ربنا اكرمنا ونشأ النادي والحمد لله رب العالمين. انت جات لك الفكره، يعني حد اقترح عليك تعمل نادي، ولا انت كانت الفكره نبع من حضرتك؟ لا هو بص حضرتك، احنا لما دخلنا شركات بصراحه مسابقات شركات كويسه، بس ما بقتش زي الاول، يعني ما بقاش فيها جدوى. حسينا ان احنا في الاخر خالص بنبذل مجهود كبير في اسكندريه او في الجمهوريه، وما بقاش في اي حاجه، يعني ما فيش جديد خلاص. احنا بننافس مع اقوى الفرق، الحمد لله الجمهوريه كلها عارفانا، شركه ناين لين جروب في الشركات، وصلنا لاماكن كويسه. فانا حسيت ان انا وصلت لاقصى حاجه في الشركات، فحبيت ان انا ادخل درجه رابعه، وبدات الفكره من هنا. ان شاء الله بدانا بقى ننشئ النادي، وبدانا في ناس تمشي في الاجراءات، الحمد لله انشاء النادي، والحمد لله دي كانت بدايه. بعديها بسنه بعد ما اعتزلنا دوري الشركات سنه، وبعدين بدانا الحمد لله في النادي المجد. بقى له قد ايه بالظبط النادي؟ هو النادي معتمد في اتحاد الكوره بقى له حوالي سنه دلوقتي. ايه بقى الالعاب اللي حضرتك بتقدمها في نادي المجد؟ هو طبعا الاساسي الكوره كره القدم، احنا عندنا نشاط كاراتيه، وعندنا سباحه، وحاليا في بلينش كده لعبه ثانيه اضافيه زي الكوكوفو والتنس الطاوله، الالعاب دي كلها ان شاء الله داخلين فيها. يعني كره القدم حضرتك طبعا بادئ من السنه دي من الدرجه الرابعه. احنا بدانا من الدرجه الرابعه، وبدانا من السنه اللي فاتت في الناشئين، والحمد لله السنه دي برضو لعبنا ناشئين اربع فرق بينافسوا كلهم على الصعود في القطاعات الحمد لله. طموح الاستاذ اسلام الصياد رئيس نادي المجد ايه؟ والله يعني طموحي ان احنا نوصل للممتاز، وان شاء الله احنا عندنا خطه بلان كبير ان احنا نوصل للهدف بتاعنا، عن طريق ان احنا الناشئين اللي احنا استثمرنا فيهم بصراحه السنه دي، وهم فعلا كانوا يعني اسكندريه كلها بتتكلم على فرق الناشئين بتاعت المجد، بننافس فرق كبيره جدا زي الاولمبي وسبورتنج وسموحه، فدي حاجه الحمد لله الناس كلها ما كانتش متوقعاها، وعملت طفره في اسكندريه. وان شاء الله الفريق الاول ان شاء الله قريب هتشوف حضرتك في المنافسات الدرجه الرابعه، ان شاء الله ننافس على الصعود اول سنه للدرجه الثالثه، وبعد كده ان شاء الله الخطوه خطوه خطوه، يعني ستيب باي ستيب ان شاء الله نوصل للممتاز ان شاء الله. يعني ازاي الجمهور السكندري اللي بيتفرج علينا يوصل لنادي المجد ويشترك فيه؟ والله احنا عندنا يعني المقر بتاعنا الرئيسي في الماكس، منطقه شعبيه، وهو مقر المحافظ برضو، وعدنا ان احنا في قطعه ثانيه بتاعت النادي الماكس ان احنا ناخدها ان شاء الله، وفي قريب جدا هيبقى فيه ان احنا يعني بيوصل لنا بسهوله. يعني احنا عندنا مقر في محرم بيه ومقر في نادي الماكس، والناس بتقدر توصل لنا عن طريق التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي، او توصل لنا عن طريق ان هي تحضر المقرات بتاعتنا. وفي اعضاء الحمد لله، الاعضاء احنا كل يوم عندنا اعضاء في التزايد، يعني احنا بدانا بعدد قليل، ودلوقتي الحمد لله كل يوم علينا طلب عضويات جديده.
العضويات نظامها ايه؟ ده اللي لا لا احنا احنا العضويات السعر بتاعها بسيط جدا يعني يعني متناول الناس كلها يعني، فالحمد لله ما بنضغطش على حد ولا اي حاجه في الاول يعني. كام؟ كام؟ لا يا 100 جنيه بس؟ اه بس احنا بنعتمد على يعني على حاجات تانية ان شاء الله في المستقبل القريب يعني ان شاء الله. لو قلت للاستاذ اسلام هل في معوقات بتواجهك؟ والله انا شايف ان الحمد لله ما فيش معوقات، احنا الحمد لله الموضوع ماشي بسهوله في شباب الرياضه، ودكتوره صفاء صراحه متعاونه معانا لاقصى حد حتى في النادي ومقرات النادي بتساعدنا في كل حاجه، وفي نفس الوقت اتحاد الكوره الناس متعاونه جدا معانا يعني، فالحمد لله ما فيش صعوبات يعني لحد دلوقتي. لو قلت لحضرتك توجه رساله للمسؤولين عن الرياضه في مصر تقول لهم ايه؟ أنا بس الاهتمام بالنوادي الشعبية والاهتمام لأن هي دي النوادي اللي بتطلع مواهب يعني، احنا كلنا شفنا صلاح زويل يعني كان بيلعب في درجة رابعة ونادي هميد وراح نادي سموحة من درجة رابعة للدرجة الممتاز، وفي لعيبة كتير جدا في الدرجة الرابعة تستحق إنها تلعب في الممتاز يعني، فياريت إن هم يهتموا بدرجة رابعة شوية، احنا لحد دلوقتي الدوري درجة رابعة ما بدأش ودي مشكلة كبيرة يعني على الفرقة كلها. لان هي بتبذل مصاريف يعني في مصاريف كتير اتصرفت وفي ولحد دلوقتي ما فيش اي بدايه للدوري الدرجه الرابعه يعني، فيا ريت يهتموا بالدرجه الرابعه شويه. محتاج دعم من الوزاره ولا محتاجين؟ طبعا دعم من الوزاره يعني بقول لك وجه رسالتك محتاجين دعم من الوزاره، هم الوزاره احنا يعني اتكلمنا معاهم هم الناس ما عندهمش مانع ان هم يدعمونا يعني، فالفتره حتى المحافظ قعدنا معاه ورحب جدا بفكره النادي ووعدنا ان هو يساعدنا ان شاء الله. اخدك بقى للافراح في مصر كلها بمناسبه المنتخب الاولمبي طبعا صعد لطوكيو 2020 وفاز بكاس الامم الافريقيه، تقول ايه؟ والله بنبارك للمنتخب الاولمبي بصراحه، منتخب امل مصر وان شاء الله عن طريقه نوصل لمونديال كذا مره، الواحد فرحان جدا ان شباب مصر فيهم المواهب دي وفيهم الطاقه دي، وكابتن شوقي طبعا شوقي غريب يعني حاجه منتخب جميل جدا، انبسطنا كلنا عوضت عننا الفرحه بتاعت منتخب العام بتاع مصر. يا ترى ممكن في يوم من الايام نشوف لاعب من نادي المجد في احد المنتخبات الوطنيه؟ ان شاء الله بامين، وفي لعيبه دلوقتي في يعني منتخبات معروض عليها يعني عندنا فين في ناشئين 2001 عندك لعيبه مطلوبه في المنتخب؟ اه يعني لا هي معروض عليها لسه، بس يعني جم اتفرجوا عليهم في المنتخب وفي واسنوا على 2 لعيبه موجودين عندنا في الواحد. شفت ازاي منتخب مصر الاول مع الكابتن حسام البدري واخفاق ثم اخفاق ثم اخفاق والله انا شايف المنتخب الوطني بتاعنا محتاج شغل كتير، محتاج ان احنا استقرار، انا شايف ان احنا لو في استقرار في النادي في المنتخب وفي استقرار في عند اللعيبه الجمهور هيدعمه وان شاء الله نوصل، بس احنا عندنا مشكله لازم تحل مشاكل المنتخب الوطني يعني، انا شايف المؤثر عليه اكتر حاجه عدم استقرار اتحاد الكوره وعدم استقرار المنتخب نفسه يعني، بس ان شاء الله يبقى في الفتره الجايه تبقى فيها انا شايفها تكون احسن يعني. استاذ اسلام حضرتك من المؤيدين لمدرب وطني ولا لمدرب اجنبي؟ لا مؤيدين لمدرب وطني. هل انت من المؤيدين للكابتن حسام البدري ولا كنت شايف في الاختيارات الخمسه اللي كانوا مطروحين الاربعه الاخرين كان في حد افضل من وجهه نظرك؟ والله انا حسام البدري انا شايف ان هو مناسب، بس لو خد فرصته وكان في برضه كابتن حسام حسن انا كنت شايف ان هو مناسب جدا للمنتخب يعني. الاثنين كويسين يعني، بس والاثنين مدربين وطنيين وحققوا انجازات، وان شاء الله انا شايف حسام بدري لو احنا صبرنا عليه شويه ان شاء الله هيبقى فيه حاجات كويسه ان شاء الله. رايك توقف الدوري اللي قرره اتحاد الكوره اضر بالانديه والمنتخب ولا افادهم؟ لا اضر المنتخب والانديه، اضرهم طبعا، استمرار الدوري بيساعد كتير جدا اللعيبه، بيخلي فيه لياقه، بيخلي فيه تمرين يعني، اللعيبه استمرار الدوري ده حاجه اساسيه في كل دول العالم يعني، كل دول العالم الدوري ما بتوقفش غير عندنا في مصر بس هو اللي بيتوقف في الدوري. انت شايف ان هو اضر بالمنتخب كمان بالذات تصريحات الكابتن حسام البدري ان توقف الدوري اضر بلعيبه المنتخب؟ اه طبعا يعني انا شايف ان يعني فرق كبير جدا، احنا شفنا كلنا عانينا بتوقف الدوري في مصر سنين ايام الثوره،
كلنا علينا بالكلام ده، فاحنا مش عايزين نكرره تاني. احنا عايزين الدوري يستمر، يفضل مستمر زي انجلترا وزي الدول اللي فيها منتخبات قويه. ما عمرنا ما شفنا دوري يتوقف لاي سبب، فبيبقى في الاجنده الدوليه يرجعوا تاني يلعبوا الدوري بتاعهم من غير راحه ولا اي حاجه. شايف حضرتك تجربه بيراميدز افادت الكره المصريه ولا ادارت الكره المصريه، وهل ستستمر ولا تجربه وهتقف؟ والله افادت الكره المصريه طبعا، المنافسه في حد ذاتها فيها افاده للكره. بيراميدز كان من الفرق القويه لنفس السنه اللي فاتت. انا شايف بس الموضوع السنه دي اقل شويه، وشايف ان هو عدم الدعم المستمر يعني الدعم بتاعها اقل، فالموضوع اقل شويه. بس ان شاء الله لو في فرق كثيره كده طبعا الدوري بتاعنا هيبقى النظام فيه مختلف جدا، وهيبقى الدوري قوي من اقوى الدوريات اللي في الوطن العربي كله. شايف بطوله الدوري هتكون لمين السنه دي؟ هيبان انتمائك. انا شايف اللي هتبقى الاهلي. اهلاوي؟ يعني انا شايف الاهلي اقرب للدوري السنه دي. هو نظام لعبه يعني بيلعبوا بطريقه كويسه السنه دي، و مدرب كويس، واللعيبه مجموعه اللعيبه الموجوده مجموعه مميزه يعني. اتحاد سيد البلد وسيد العرب اخذ البطوله العربيه للباسكت، وكمان كسب المحرك البحريني هنا وهناك، تقول ايه بعد صعوده لدور الثمانيه في البطوله العربيه؟ بنبارك طبعا لنادي الاتحاد السكندري، نادي سيد البلد، واحنا كلنا بنفخر بنادي الاتحاد السكندري ومنافسنا كل ان هو يبقى في المقدمه. ده مكانه يعني، مكان الاتحاد السكندري ان هو بينافس الفرق الكبيره بقياده استاذ محمد مصلحي، راجل بيبذل كل جهده يعني، يعني ما تهوناش باي حاجه لدعم الاتحاد، واحنا كلنا برضو ورا الاتحاد لان هو النادي اللي بيمثل اسكندريه في كل المحافل يعني. وبارك لهم وان شاء الله يفضلوا كده في استمرار وتقدم يعني ان شاء الله في التقدم. حسيت باختلاف بوجود الاستاذ عمرو الجنايني على راس اتحاد الكوره عن وجود المهندس هاني ابو ريده في السابق ولا لا؟ والله هو لسه مفيش ما ظهرش الاختلاف قوي يعني. انا شايف الاختلاف لسه قدامه شغل كتير، وان شاء الله الفتره الجايه تبقى احسن له. الاستاذ عامر حسين ظالم ولا مظلوم؟ انا شايف ان هو مظلوم يعني، بدليل ان الدرجه الرابعه لحد دلوقتي ما بداتش يعني. استاذ اسلام الصياد، لو قلت لك امنيتك ايه في نهايه عام 2019؟ والله انا نفسي ان المنتخبات بتاعت مصر كلها تبقى منتخبات بتنافس، نفسي الكره في مصر تتطور، نفسي يبقى في عداله في كل حاجه في مصر، نفسي مصر تبقى افضل دول العالم، نفس الشعب المصري يبقى شعب من يعني مش هنقول من اغنى شعوب العالم، ولكن شعب عنده عايش حياه كريمه يعني. وان شاء الله ده اللي هيحصل في ظل القياده الحكيمه. شرفتنا ونورتنا، وبنشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله نتواصل مع بعض ويكون في لقاءات اخرى في المستقبل القريب. بشكرك شكرا جزيلا. الف شكر يا استاذ محمد، وشرفتونا، وانا سعيد بيك وبرؤيتكم وسعيد بالكم. اهلا بحضراتكم بعد التقرير المميز مع رئيس نادي المجد السكندري الاستاذ اسلام الصياد، اللي بنشكره على سعه صدره والكلام الجميل اللي قاله. واحنا من هنا بنناشد مسؤولي الرياضه في مصر ان لازم دوري الدرجه الرابعه يا جماعه لازم يبتدي باسرع وقت ممكن. الناس دي صارفه فلوس وعامله نادي. الاستاذ اسلام الصياد عمل شيء من لا شيء، حاجه يعني اي اسكندراني يعرف دلوقتي نادي المجد في خلال مده بسيطه نادي بينافس في كل قطاعات الناشئين. واعتقد ان الناس ما اتفرجتش لسه على فرقه المجد في الدرجه الرابعه، لكن انا من خلال متابعتي للفرقه دي، الفرقه دي هتكون الحصان الاسود، وربما يكون الموسم القادم في الدرجه الثالثه، وليه ما لا خلال موسمين ثلاثه الفريق يصعد للدوري الممتاز. ولكن على المسؤولين اتحاد الكوره مراعاه طبعا ان الانديه صرفته. نرحب بقى بضيفنا دلوقتي نجم النادي الاهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين او اصغر رئيس قطاع ناشئين في مصر بنادي المجد طبعا السكندري، الكابتن احمد صالح. شرفتنا ونورتنا ومساء الشنطره. مساء الشنطره يا استاذ محمد، انا سعيد جدا ان انا موجود مع حضرتك النهارده، وميرسي على المقدمه الجميله دي. حبيبي يا كابتن، واحنا اتشرفنا بوجودك معانا، وان شاء الله نقدم حلقه قويه تنول احجاب الساده المشاهدين. حبيبي يا كابتن محمد، مساء الشنطره. حبيبي، اللي الناس اللي بتتفرج علينا وما تعرفش الكابتن احمد صالح، عايز نبذه مختصره عشان الجمهور يعرف الكابتن احمد صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي احمد صالح، كنت لعيب في ناشئين النادي الاهلي حوالي 5 سنين او 6 سنين. كان الجيل بتاعي كان حسام عاشور وعبد الله جلال ومؤمن زكريا واحمد سمير فرج، كانت مجموعه كانت متميزه وفي لعيبه كتير مش عايز انسى حد طبعا. بعد كده انتقلت لنادي حرس الحدود، قعدت فتره طويله، كان جابني اللي هو محمد حلمي مشهور، وفضلت حوالي بتاع 5 سنين في النادي. بعد كده انتقلت بقى، خدت لفه بقى كبيره كده محتاجه وقت طويل يعني.
كابتن احمد، حضرتك متولي دلوقتي رئيس قطاع الناشئين بنادي المجد، عايزك تكلمني عن المنظومه، دورك والمنظومه. منظومه محترفه، منظومه. انا الحكايه ابدا لك من الاول، يمكن انا كنت السنه اللي فاتت كنت مدير فني لفريق نادي الضبعه في القسم الثالث، وكنت اصغر برضو مدير فني في مصر في الوقت دوت، وحققت انجاز الحمد لله. مسكت الفرقه كانت القبل الاخير، كان فاضل 6 ماتشات، بدات المدربين كلهم تهرب، خافت على اسمها لتنزل الضبعه، فكنت انا ساعتها شغال مدرب عام في الفرقه. فطبعا رئيس النادي كلمني استاذ اسماعيل احمد، طبعا انا بشكره طبعا على ثقته، كلمني في الفتره دي قال لي كابتن احمد انت اللي بتعمل كل حاجه، انا عايزك تمسك. فانا قلت له لا، موضوع صعب، انا لسه مبطل السنه اللي فاتت. قال لي انت دماغك كلها كوره وانا واثق فيك. فمسكت الفرقه، كان في دروب كبير واللعيبه كلها قاعده في البيت، فاضل 6 ماتشات بالظبط، خلاص كل الناس بتقول الضبعه هبطت، توليت المسؤوليه. 6 ماتشات، كسبت 4 ماتشات، تعادلت ماتش، خسرت ماتش من الفرقه اللي صعدت، نهايه الدوري في المركز الرابع بفرق بونت على المركز الثالث، ودي كانت نقله كبيره بصراحه. يعني حتى اختاروني افضل مدير فني صاعد في مصر في التوقيت دوت. دورك بقى كرئيس قطاع الناشئين في نادي المجد، وقول لنا الفرق المختلفه في الناشئين ترتيبهم ايه وعاملين ايه السنه دي؟ طبعا دي اول سنه تقريبا، صح؟ احنا بالظبط بقى لنا عمرنا بقى له 5 شهور. كان كلمني مستر اسلام في اول الموسم وقال لي يا كابتن احمد انا عايزك تبقى معايا وكده، كنت انا ساعتها استقلت من الضبعه، فلما ضغطوا عليا في الضبعه ورجعت فكلمني تاني وقال لي شوف انت عايز تشتغل ايه في النادي. كان ساعتها كابتن سامي برواس ماسك رئيس قطاع الناشئين، كلموه نادي الترام، فطبعا راح نادي الترام وماشيين كويس السنه دي، بتمنى له التوفيق يعني. فالحاج اسلام عيني رئيس قطاع الناشئين، فطبعا انا اتربيت في النادي الاهلي، يمكن اللي لعب في النادي الاهلي اللي لعب في الفريق الاول ما يستفدش ابدا زي لاعب في الناشئين. طب هقطعك. اتفضل. انت اهلاوي. معانا نجم زملكاوي حبيبك. مساء الشنطره يا كابتن ابراهيم. اهوس محمد. كابتن ابراهيم، كابتن ابراهيم عبد الخالق نجم نادي سموحه ونادي الزمالك ونادي الاسماعيلي وحاليا في الانتاج الحربي. مساء الشنطره. مساء الشنطره، الله يخليك يا استاذ محمد، عامل ايه؟ حبيبي يا كابتن ابراهيم، معاك طبعا الكابتن احمد صالح. طبعا. هيما. طبعا احمد حبيبي واخويا وصاحبي راشد صامري طبعا. وما شاء الله عاملين حاله السنه دي، حاله كويسه جدا، ان هو مستر اسلام يعني بامانه. يعني انا اولا ما بتابعش حاجات كتير، يعني ماليش في السوشيال ميديا والحاجات فانا متابع احمد، لان احمد مش صاحب، احمد اخ. فما شاء الله ماشيين على خطى كويسه جدا يعني، عندهم في قطاع الناشئين بيعملوا حاله كويسه جدا، ماشيين على على نظام احترافي كويس جدا يعني بامانه يعني. فبتمنى لهم التوفيق طبعا، ومستر اسلام من الشخصيات المحترمه جدا يعني. كابتن ابراهيم طمنا عليك الاول. تمام، كله بخير الحمد لله. انا في معسكر، بكلمك انا في معسكر والله، عندي معسكر النهارده وبكره، عندنا ماتش يوم الخميس مع نادي الجيش ان شاء الله. طبعا بالتوفيق لنادي الانتاج في المباراه القادمه، بس انا عايز طبعا بصفتك زملكاوي والجمهور كله بيتفرج علينا، لازم طبعا اسالك سؤال مهم جدا اللي هو سؤال الحلقه، من يتحمل من وجهه نظرك اللي بيحصل في نادي الزمالك هذه الايام؟ والله انا شايف ان اتفرج على الماتش امبارح، يعني انا شايف التغييرات والخطه، وانا شايف المدرب، يعني انا شايف ان المدرب يمكن مش على قد مستوى نادي الزمالك يعني بصراحه، لكن كل الامكانيات موجوده في نادي الزمالك. يعني انا يعني تجربتي في نادي الزمالك او في الوقت اللي انا قعدت فيه، عارف ان الاداره مش مخليه اللعيبه محتاجه حاجه، وكل ده بياخد حقوقه. حتى في الوقت اللي انا كنت فيه بصراحه، يعني عندهم كل الامكانيات، الامكانيات الماديه والفنيه. فانا شايف ان المدرب هو اللي يتحمل الفتره ديت بصراحه. يعني كابتن ابراهيم بصراحه شديده، يعني انت لعبت في نادي الزمالك وقضيت فيه حوالي موسم او موسم ونص، العيب فين؟ العيب فين؟ العيب فين؟ يعني الجمهور تعب، العيب فين؟ والله العيب بيتحمله كل الاطراف، اداره ولاعيبه واجهزه، كل الاطراف بتتحمل. يعني انا شايف ان النادي يجيب جهاز فني يبعد عن الكوره، يحاسبه بعد الموسم او يحاسبه بعد الفتره اللي هو متواجد معاه، مش كل شويه مدرب يجي ويمشي، مدرب يجي ويمشي. هي دي مشكله في نادي الزمالك، كل شويه يجيبوا مدرب يمشي، يمشي كويس شويه بعد كده يمشي وحش، يمشي يجيب مدرب ثاني. كتر التغيير في المدربين هو ده اللي بيعمل الخلل في نادي الزمالك. وكتر تغيير المدربين ده مين المسؤول عنه يا استاذ كابتن ابراهيم؟ ما هو اكيد الاداره بتوفر كل حاجه، فجايبه مدير فني المفروض ان هو على مستوى عالي، عايزه نتائج كويسه جدا، فتلاقي النتائج مش متظبطه، فتلاقي التغيير. فهي اداره ما بتصبرش، يعني هي المفروض يصبر شويه على الاجهزه يعني اللي بتجيبها. يعني انا ما صبر على فيرا،
قعد سنه في نادي الزمالك، خد دوري وخد كاس، وكان عامل حاله كويسه جدا يعني في نادي الزمالك. ولو كان الراجل ده يعني فضل ماسك في نادي الزمالك كنا شفنا مانو جوزيه الثاني، او يمكن افضل من مانو جوزيه يعني من وجهه نظري. هو المشكله بس في تغيير المدربين دي، للاسف هي دي المشكله في نادي الزمالك. كابتن احمد صلاح عايز يقول لك كلمه. ايما يا ابو حميد منور، ربنا يخليك يا ايما، وحشني، وان شاء الله باذن الله سنه سعيده عليك. ربنا يسدد خطاك يا ابراهيم، انت تسال كل خير ولعيب كبير، وانا طبعا بعتز جدا بصداقتك وبتشرف بيها، وان شاء الله باذن الله اشوفك ومنور النهارده مع استاذ محمد حبيبي، واتمنى لك التوفيق طبعا ان شاء الله انت والمستر اسلام. يعني زي ما قلت منظومه محترفه الصراحه، يعني انا مستغرب، يعني بجد مستغرب يعني ان دوري النادي لسه معمول السنه دي ودرجه رابعه وناشئين، فانا مستغرب من الحاله الكويسه اللي هم عايشينها بصراحه، اللي هم مستعجلين، وان شاء الله نشوف قريب باذن الله في اقرب وقت من السنين القليله في الدوري الممتاز ان شاء الله. حبيبي يا هيما، اخر سؤال يا كابتن ابراهيم، بس سؤال صعب شويه. اتفضل. انا قريت لك تصريح وانت في نادي الزمالك لما جيت مشيت تقريبا كان في مفاضله ما بينك وبين لاعب اخر يعني، وانت قلت ان السوشيال ميديا هي اللي مشت ابراهيم عبد الخالق من نادي الزمالك، الكلام ده مظبوط؟ الكوره ماشيه في مصر في فيسبوك دلوقتي والانستجرام والكومنتات اللي بتتكلم بيمددوا في لعيب وينزلوا لعيب، فللاسف الشديد الكوره في مصر او الرياضه في مصر يعني مختلفه، نحن نختلف عن الاخرون في مصر في العالم كله، هنا ماشيه بالسوشيال ميديا فقط لا غير للاسف الشديد يعني. حبيبي يا كابتن ابراهيم، ومساء الشنطره عليك يا حبيبي. الله يخليك يا ابو حميد، شكرا، بالتوفيق ان شاء الله. الله يخليك. كمل. فكان الكابتن سامي كان استقال، فالحاج اسلام قال انا عايز اعينك في البوزيشن ده. طبعا انا كنت سعيد الحظ في عجاله، يعني كنت سعيد الحظ ان انا زي ما قلت لحضرتك اللي بيتربى في النادي الاهلي بيستفيد اكتر لما يكون صغير، بيستفيد اكتر من لما تكون بتيجي تلعب في النادي الاهلي مثلا سنه سنتين. ابن النادي الاهلي دايما مختلف، يعني انا كنت موجود في النادي، كنت ببات في النادي، كنت بلاقي مستر كروفر، مستر كروفر ده كان مسؤول عن مدرسه الكوره في النادي الاهلي الهولندي، كنت بلاقيه برش الملعب، بلاقيه بيقف بيتكلم مع الناس كلها. كان طبعا في التوقيت ده كان في تعاملت مع رؤساء قطاع على اعلى مستوى، الدكتور عمرو ابو المجد، الكابتن محمد رمضان، كابتن شطه، ولما رحت حرس حدود كان في كابتن سيد طباخ طبعا استاذنا كلنا طبعا. فالحاجات دي كلها فرقت معايا، لان انا يعني شفت رؤساء قطاع، وده اللي انا بنفذه في النادي، ان انا رئيس القطاع مش فوق، رئيس القطاع بينزل يتعامل مع الناس كلها، بيحتوي الناس كلها، اي حد عنده مشكله. فالحمد لله يمكن ده سر من اسباب النجاح، ان انا من النوع اللي انا بشتغل على العامل النفسي كتير، يعني من اهم الحاجات في اولوياتي هو العامل النفسي. كان عندكم ماتش قمه امبارح تقريبا مع مواليد 99 المجد والاولمبي، ومش يعني الناس مش مغربه ان انا بقول قمه ما بين المجد والاولمبي، لا ده كان ماتش قمه فعلا. كنتوا خسرانين تقريبا 2-0 بالظبط، تعادلتوا 2-2، وتقريبا انتم هم متصدرين ولا انتم متصدرين؟ هو احنا فرقه 99 عندنا فرقه محترمه، كنا احنا متصدرين من اول الدوري لحد الاسبوع اللي فات. لعبنا ماتش على ملعبنا مع فرقه العبور، حصل لنا الكره مش عايز تدخل، فتاخرنا للمركز الثاني. كان عندنا امبارح الماتش الاولمبي في الاولمبي، طبعا الملعب كان مليان، وباشمهندس طارق السيد كان موجود، الحاج اسلام، كنا تاخرنا في الشوط الاول فعلا 2-0، فالشوط الثاني ربنا كرم وعوضنا وتعادلنا 2-2. وحصل من ضمن الحاجات اللي حصلت ان الباشمهندس طارق بيقول للحاج، هو انت عملت النادي ده امتى؟ جبت اللعيبه دي امتى؟ وكان طلب منه كمان التعاقد مع 3 لعيبه، وطبعا كان يوم جميل. والحاج امبارح بصراحه يعني انا الراجل ده عشان اتكلم عنه انا محتاج حلقات وحلقات وحلقات، بس انا هديك نبذه بقى عن الحاج اسلام، يمكن هو اتكلم. الحاج اسلام حضرتك عارف تجربه الاستاذ محمود الاسيوطي في النادي الاسيوطي، الحاج اسلام مدير مالي لشركه وهي واحده من اكبر الشركات في اسكندريه، مجموعه شركات نايل جروب، مدير مالي ناجح جدا في شغله. الناس مفكره ان الحاج اسلام داخل الكوره علشان خاطر يصرف، لا، احنا على فكره امكانياتنا في المعقول، مش زي ما الناس متخيله. الحاج اسلام لما جابني قال لي كلمتين انا فاكرهم، قال لي يا كابتن احمد انا عايز اكسب من الكوره، انا داخل الكوره انا راجل بيزنس وعايز اكسب من الكوره. طبعا شاف حضرتك عارف النادي الاسيوطي اتكلف كام واتباع بكام، مبالغ طائله يعني. فهو فكره استثماري بالظبط، تمام فهو فكره استثماري، وعامل منظومه محترمه جدا بصراحه. كل شيء موجود في النادي، كل حاجه ليها حد بيعملها. عندنا في النادي في ميزه ان كل حاجه ليها حد، كل واحد عارف شغله متخصص. بالظبط كده يعني. بالتوفيق ان شاء الله لنادي المجد السكندري، وبما ان احنا بنتكلم في اسكندريه فما ينفعش ننسى ابدا نادي الاتحاد، سيد البلد طبعا وسيد العرب وزعيم الصغر، وبيعيش واحده من ازهى ايامه بقياده المحترم زعيم الاسكندرانيه وكبيرهم الاستاذ محمد مصلحي ومجلسه المحترم. بطولة العربية للباسكت فاز بيها، النهارده بيصعد لنهائي دوري المرتبط للباسكت امام الجزيره
يعني ممكن خلاص ماتش كمان هيبقى ان شاء الله قريبا ممكن يبقى بطل كمان الى الباسكت، خد بطولتين بيكسب المحرك البحريني هنا وهناك ويصعد دور الثمانيه قريب من البطوله، خاصه مع خروج الترجي والعديد من الانديه الكبيره في البطوله العربيه. رايك ايه عن نادي الاتحاد في السنه اللي فاتت والسنه دي؟ بص يا استاذ محمد، يمكن انا بحكم انا قربي من لعيبه الكوره، اي لعيب في مصر في الوقت الحالي يتمنى ينضم لنادي الاتحاد في وجود الاستاذ محمد مصلحي، ودي حاجه انا بقول لك اجمد لعيبه في مصر بتتمنى تيجي نادي الاتحاد. طبعا الحاج محمد حدث ولا حرج، طبعا احنا انا من اسكندريه وبتشرف ان انا من اسكندريه، وطبعا بحب نادي الاتحاد. في طبعا في تغير كبير جدا من نادي الاتحاد السنه اللي فاتت اول الموسم، وبعد كده لما جه الحاج محمد والفتره ديت، لا بصراحه عامل شغل محترم، وانا بقول ان شاء الله لو فضل نادي الاتحاد على النهج دوت بالدعم اللي بيقدمه الاستاذ محمد، وكمان في الفرع اللي اتعمل في سموحه حاجه ما شاء الله ملاعب، والحاج محمد طبعا ما بيتاخرش عن اي حد هناك في حاجه، فانا شايف النادي الاتحاد مع الحاج محمد مصلحي غير مع الحاج محمد مصلحي في ظرف السنتين اللي جايين، انا بتوقع ان النادي الاتحاد ممكن يحقق بطوله اذا كانت كاس مصر او ينافس في الدوري او بطوله عربيه. بجد بجد شابوه للحاج محمد، بصراحه بيقدم كل حاجه لحضر نادي الاتحاد، حتى اللعيبه القدامى لما حد بيحصل له حاجه بيقف جنبه في محنته في اي حاجه، فانا بحييه بصراحه وبقول له ان اسكندريه كلها بتشجع الاتحاد يا حاج محمد، والمسؤوليه كبيره عليك وربنا يعينك ان شاء الله. والمساء الشنطره بقى عشان واحد برضو من عند الحاج محمد عايز يمسي عليك. مساء الشنطره. مهندس محمود القاضي عضو مجلس اداره نادي الاتحاد، مساء الشنطره. مساء الخير يا كابتن محمد حبيبي. بمسي عليك وعلى كل الساده المشاهدين. مليون مبروك طبعا، حضرتك كنت رئيس البعثه في البحرين وكان دار لقاء قبل ما تسافر، وقلت لك هجيبك اول ما ترجع ان شاء الله عشان ابارك لك. مليون مبروك. حصل، ربنا يخليك يا كابتن. والمباركه النهارده كمان مضاعفه بتاهل نادي الاتحاد لنهائي دوري المرتبط للباسكت. الحمد لله، الحمد لله ربنا كرمنا في البطوله العربيه وتاهلنا لدور الثمانيه بعد المكسب على المحرك البحريني 1-0 في ماتش البحرين. الحمد لله كنت اتشرفت ان انا كنت رئيس البعثه للنادي اثناء رحلتنا في المعسكر الخارجي في السعوديه ثم رحله البحرين. وانا بالمناسبه دي بحب طبعا اتوجه بالشكر للاستاذ محمد مصلحي ومجلس الاداره ان هم نولوني شرف رئاسه البعثه الرحله دي، واتمنى ان انا اكون كنت عند حسن ظنهم. انت قدها وقدود يا باشمهندس، وكلمنا عن استعداداتك او استعداد نادي الاتحاد لمباراه الاسماعيلي يوم السبت ان شاء الله. اولا انا طبعا ببارك لفريق الباسكت قبل ما نتكلم عن الاسماعيلي على تاهلهم لفاينل المرتبط، وان شاء الله هنلعب الفاينل مع الجزيره وباذن الله هتبقى اول بطوله محليه لينا السنه دي. بالنسبه لاستعدادات فريق الكوره، الماتش يوم السبت ان شاء الله في استاد الماكس مع النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي كان عنده ماتش امبارح في الامارات، فاحنا هيبقى عندنا ان شاء الله هيبقى عندنا ادفانتج ان احنا واصلين قبله بيومين، اعتقد هم ربما الاجهاد او كده، فيعني ان شاء الله نلتقي بالفرصه دي ويبقى المكسب حالفنا. طبعا كابتن طلعت الفرقه ريحت يوم واحد فقط وبكره هتبدا تمرين، فان شاء الله يعني الجهاز الفني مش سايب اي حاجه صغيره، الفرقه كلها في حاله معنويه وحاله بدنيه عاليه جدا، واعتقد ده ممكن تكونوا اكيد الناس لاحظته من اداء الفرقه في الملعب. الفرقه وصلت لدبل، اعتقد الاتحاد ما وصلوش بقالنا فتره كبيره. بالتوفيق دايما لنادي الاتحاد. بس انا كنت بدردش قبل الهواء انا والكابتن احمد صالح، وكنا عايزين نناشد نادي الاتحاد. الكابتن احمد صالح طبعا رئيس قطاع الناشئين بنادي المجد السكندري، كنا عايزين نناشد ولا حسيبه هو يناشد؟ اتفضل يا كابتن احمد. طبعا انا بالنيابه على النادي المجد، انا يشرفني طبعا ان يكون في توأمه بيننا وبين نادي الاتحاد، وان يبقى في يعني لو في فرصه ان في لعيبه من فريق الشباب تنضم لنادي المجد اكيد هنكون سعداء جدا. احنا الحمد لله منظومه محترمه فيها امكانيات كويسه، وطبعا ببارك لك طبعا يا استاذ استاذ ابراهيم على كل اللي بيتحقق، استاذ محمود على كل اللي بيتحقق الفتره الاخيره، نجاحات ملموسه من الناس كلها وحاجه تشرف اي اسكندراني، واتمنى مزيد من الانتصارات ان شاء الله في كل الالعاب. واحنا كنادي احنا يشرفنا نتعاون مع كل الانديه، احنا الحمد لله علاقتنا كويسه بكل الانديه، ولو في مصلحه متبادله للطرفين طبعا احنا يشرفنا نتعاون مع اي نادي، خصوصا ان اكيد هتكون مواهب وناس تستحق الفرصه. ربنا يخليك يا استاذ محمود. ربنا يخليك. باشمهندس محمود بنشكرك شكرا جزيلا، وطبعا تحياتنا لحضرتك ولباقي اعضاء مجلس اداره وللمحترم المخلص لنادي الاتحاد والاسكندريه الاستاذ محمد مصلحي، ومساء الشنطره. كابتن احمد، ندخل بقى على موضوع شائك في السوشيال ميديا، هزيمه الزمالك، وانت عارف طبعا الزمالك بالذات
النادي الوحيد في مصر اللي لما بتحصل اي هزه حتى لو صغيره هوب فرقعه والدنيا بتقوم وما بتقعدش. وطارق حامد بعتوا له خطاب ومش هيتشطب وعايز يمشي، ورئيس النادي بيقول ده متمارد هو وعبد الله جمعه والدنيا بايظه وميتشو هيمشي ومش عارف مين جاي والدنيا بايظه. بس خبر عاجل لينا للكوره مع شنطوري دلوقتي ان طارق حامد تقريبا وصل المطار وهيسافر مع الفرقه الكونغو، يعني الموضوع هيتقفل. انت رايك ايه؟ وكمان رايك ان المستشار مرتضى قرر هو مجلس اداره الزمالك عدم لعب مباراه السوبر في قطر؟ اتفضل. يمكن لما يكون في دروب في مكان اكيد كل المسؤولين في النادي كل المنظومه بيبقى يكون فيها خلل. موضوع نادي الزمالك انا مش عايز اتكلم في مجلس الاداره او لكن هي السبب واضح لكل الناس اللي بتفهم كوره. انا شايف ان مستر ميتشو يعني فنيا بيعمل حاجات انا مستغرب. يعني امبارح بيطلع الراجل الديفندر اللي موجود وبيلعب حازم امام ديفندر وبيعمل حاجات، يعني لا الميزان بتاع المدير الفني كده بيبقى عنده سنس وميزان. انا حاسس ان الميزان مش موجود خالص عند مستر ميتشو. وبناشد طبعا المستشار مرتضى يعني المشاكل دي على طول ما بتنتهيش. طارق حامد صديق شخصي وطارق من اكتر الناس اللي تحب نادي الزمالك، وعلى يد انا رفض عروض كتيره جدا بفلوس كتيره جدا. فانا اتمنى ان نادي الزمالك ياخد يعني زي ما الكابتن رضا عبد العال دايما بيقول كده يعني بدري. انت عايز تديله السكه. بالظبط. الموضوع صعب. طيب وموافق على قرار الزمالك بقى انه ما يلعبش السوبر في قطر؟ لا انا شايف ان دي رياضه ودي لوائح ولازم نلتزم بيها، مفيش مشكله نلعب في قطر. ايه المشكله؟ احنا رايحين نلعب رياضه. الحاجات السياسيه طبعا عارفين، كلنا عارفين ان قطر واللي بتعمله والكلام ده كله ده على جنب، احنا مالناش دعوه، احنا رايحين نلعب كوره وعندنا مصريين عايشين في قطر يتمتعوا بنادي الزمالك. وانا رايي ان الزمالك يلعب وان شاء الله نرجع بالبطوله وناخد البطوله ونرفع البطوله في ارض قطر ان شاء الله. هل يستطيع سوبر فايلر قياده الاهلي لدوري الابطال للمره التاسعه في تاريخه؟ لا، فايلر مدرب مختلف. فايلر انا اول مره اشوف لعيبه النادي الاهلي فايقه كده. هي اللعيبه دي هي اللي كانت بتلعب السنه اللي فاتت على فكره، مفيش تغيير. بس اللعيبه لا، اللعيبه مختلفه تماما. اللعيبه بتنزل الملعب فايقه، عايزه 3 بونت، عندها شراهه هجوميه، بتجيب الاول بتجيب الثاني. لا النادي الاهلي مختلف. انا شايف ان انا قدام مشروع منه جزء جديد. التحركات في الملعب مختلفه. لا طبعا طبعا. لا الراجل بعدين في ميزه في كابيستا الفايرا، لان هو النجم هو الفريق بالظبط. مفيش نجم الجماعيه. النجم هو الفريق الجماعيه، مفيش نجم في الفريق. مش مهم ده بيقعد ده بيلعب، لا الفرقه شغاله بشكل كويس. وانا سعيد جدا ان انا احد ابناء النادي الاهلي، سعيد جدا بالمستوى اللي بيقدمه النادي الاهلي الفتره ديت. وببارك لوليد سليمان رجوعه امبارح بالهاتريك، اول هاتريك في تاريخه على فكره. وليد كان لعيب معانا في حرس الحدود على فكره، ومشي من حرس الحدود ببلاش. اللي الناس ما تعرفوش كان لعيب في حرس الحدود ومشي ببلاش وخد لفه كده، بعد كده راح النادي الاهلي. وليد من المنيا، شخصيه جميله. ابو سليم انا ببارك له، وان شاء الله باذن الله مزيد من الفتره الجايه دي مزيد من ان شاء الله من النجاحات مع النادي الاهلي. النادي الاهلي زي ما بقول لك يا استاذ محمد في بدايه البرنامج، ولاده مختلفين في اي حاجه. ولاده دايما اكتف، دايما عندهم ما بيشبهوش استحواذ، ما بيشبهوش بطولات، عايزين دايما ارقام، فمختلفين. ما جاوبتنيش على السؤال. ايه هو؟ هياخد التاسعه ولا لا؟ والله بص، هو المدرب اللي يوعد انا ما اقدرش ان انا اقول لحضرتك هو ياخد. وجهه نظرك الفنيه. لا وجهه نظري طبعا بتاعت ربنا في الاول. طبعا لا وجهه نظري ان هو لو بالمستوى ده هياخد كل حاجه. كل حاجه. كل حاجه. الاهلي يحتاج كهرباء؟ يمكن انا شايف ان مكانه في رمضان صبحي، وكهرباء اصلا عدلته بتبقى ناحيه الشمال، فممكن لو الاهلي يجيب في حته الاسترايكر زي ما كابتن حسام البدري بيلعبه انا شايف ان هو هيفيد. لكن كهرباء بتحط على ناحيه الرايت، ما انا ما بقتنعش بيه غير في الحته الشمال اللي هي مكان رمضان او في حته لكن هو اضافه كبيره جدا طبعا للنادي الاهلي. خدتنا انت على حسام البدري بدري. رايك او تقييمك لحسام البدري؟ طبعا هو تقييم هيبقى ظالم على ماتشين، لكن يعني الاداء الفني تقدر تقول عليه ايه مع المنتخب المصري الاول؟ طبعا كابتن حسام مدرب كبير ومحقق نجاحات كبيره مع النادي الاهلي، لكن انا شايف ان كابتن حسام يعني لما كان موجود مع المنتخب الاولمبي ما حققش حاجه وخرجنا من التصفيات. فانا بتمنى له التوفيق طبعا، احنا كلنا وراه كابتن حسام. لكن انا شايف ان كابتن حسام عنده، حضرتك عارف يا استاذ محمد ان لازم المدرب يبقى فيه كاريزما كده. كاريزما كابتن حسام البدري مقفوله شويه، اللي هو تحس ان يعني حتى تحس ان الشعب كله كان معترض على وجود الكابتن حسام رغم نجاحاته الكبيره كمدرب. لكن انا متوقع شخصيا ان المنتخب اللي انا شفته مش هيبقى فيه تطور في الفتره الجايه مع كابتن حسام البدري. الافضل زي ما الكابتن رضا عبد العال بقى بيقول تجيب مدرب اجنبي من دلوقتي ولا الراجل من حقه ياخد فرصته؟ لا طبعا انا شايف ان هو ياخد فرصته كامله.
احنا جبنا الراجل وراجل تاريخه محترم وحقق بطولات، فاحنا نسيبه يشتغل. بالعكس احنا كلنا نقف في ظهره، ولو ما توفقش يا استاذ محمد انا بناشد المسؤولين في اتحاد الكوره يا جماعه احنا عندنا الكابتن حسام حسن. الراجل دوت تاريخه وانجازاته كلاعب وكمدرب، الراجل دوت عمل حاجه يا استاذ محمد من اسبوعين فاتوا، اشترى لعيب من فرقه اسمها دهميد درجه رابعه. عندك عارف المدربين يقول لك انا عايز لعيب جاهز، انا عايز لعيب عنده خبره الدوري ممتاز. كان بيلعب فرقه اسمها دهميد، وعلى فكره الفرقه دي تبع الحاج اسلام برضو، الحاج اسلام من دهميد. فكان بيلعب ماتش ودي ضد فريق دهميد، عجبه لعيب اسمه صلاح زويل، خلصه واشتراه. ويعني فعلا المدرب بيعمل لعيب، وطبعا كاريزمته طبعا يعني كابتن حسن، انت عارف المنتخب بيبقى فيه اما يكون كمان المدرب كان نجم كبير اللعيبه بتخشاه، بتفرق بتفرق، بيبقى فيه هيبه، بتفرق طبعا، لان المنتخب اللي بيلعب كوره غير اللي بيتفرج. بالظبط، المنتخب كمان بيضم لعيبه من انجلترا وبيضم لعيبه، فلازم كاريزمه المدرب تبقى موجود تبقى عاليه. مسي على الكابتن علي حسان صاحب اكاديميه حلم مصر. كابتن علي ازيك يا كابتن علي؟ عامل ايه؟ كابتن علي مساء الشنطره يا باشا. حبيبي يا كابتن علي مساء الشنطره عليك، عامل ايه؟ مساء الشنطره ابو الكباب. مسي على الكابتن احمد بقى. مساء الخير يا كابتن احمد. حبيبي يا كابتن علي. يا باشا والله العظيم انت منور اي مكان بوجودك والله. ربنا يعزك يا كابتن علي، ده من ذوقك ربنا يخليك. والله الكلام مش مجامله لحضرتك كابتن احمد صالح، ده من الناس اللي يعني رئيس قطاع عامل شغل جامد في اسكندريه خالص بصراحه. كفايه بس ان اللعيبه كلها بتحبه في اسكندريه والله. ربنا يخليك يا كابتن. شهادتك هتكون مجروح كده، مش عارف اتكلم واقول الصراحه برضه، لان انت شهادتك هتكون مجروح كده جامد يعني. دي حقيقه يا كابتن علي، واحنا اتاكدنا من ده بنفسنا. لا ما انا بقول لك والله انا مهما اتكلم واوصف مش هقدر اعبر برضه عن الكلام اللي انا هقوله. ان كابتن احمد صالح ده يعني اتقل اي لاعب حتى في القطاعات عنده هيقول لك كابتن احمد صالح ده اخونا، مش المدرب بتاعنا ولا هو رئيس القطاع بتاعنا، هيقول لك ده اخ لنا كبير. فكون المكتب بتاعه بس ان هو اللي هو دارهم في الولاد الصغيرين دول. حبيبي يا كابتن علي، عايز تقول له حاجه؟ انا بشكره طبعا على كلامه الجميل. كابتن علي من الشخصيات المجتهده وبتمنى له التوفيق ان شاء الله. شكرا كابتن علي. الله يخليك يا كابتن احمد. حبيبي معانا بقى واحد من اولادك. الو كابتن نادر. ايوه كابتن نادر محمد مواليد 99. نادر ازيك يا نادر؟ مساء الشنطره يا كابتن نادر. مساء الشنطره يا كابتن احمد. حبيبي نادر مساء الشنطره. حبيبي يا كابتن. قول يا نادر عايز تقول يعني الكابتن احمد. الدنيا والله يا كابتن حبيبي والله، ده شرف ليا طبعا ان انا عرفتك. حبيبي يا نادر ربنا يخليك. يا جماعه هو طبعا هو اللي جابني النادي، وهو اللي اول اختبارات. واشكره طبعا ان انا شرف ليا طبعا ان انا اعرفه بس. حبيبي حبيبي يا نادر. حبيبي يا نادر مش قول. هنا احنا في السكن اهو كده كلهم بيسلموا عليك طبعا. وبقول لك منور يا كابتن والله، واستاذ قاسم معاك جنب اهو. سلم عليكم مصطفى خالد واحمد طنطا. نادر بعد المكالمه دي الكابتن احمد هينزل الملعب تاني. سلم لي عليهم وبشكرك شكرا جزيلا. حبيبي يا نادر سلم لي على الرجاله كلها اولاد النادي. كابتن احمد هناخد سؤال الحلقه، بيقول من يتحمل مسؤوليه هزيمه الزمالك من انبي؟ طبعا انت بالبلدي كده حملتها الميتشو. هنشوف بقى ايه بعض تعليقات الساده المشاهدين سريعا، هنشوف قالوا ايه وتعلق لنا عليهم. استاذ محمد عبد الرحمن بيقول ويقول يا كابتن شوف رد فعل الاعلام الزملكاوي بعد كام فوز باهت لكميتشو على رأسهم الغندور اللي وصفه بالمجرم. يا سلام، طب الصبر شويه تشوف استكمال المسيره والشكل النهائي لاداء الفريق وبعدين تحكم. ولكن لا يستطيع مخالفه راي اداره الزمالك، واللي ما يلاقيش شغل الاداره ثم الاداره، وفي الاخر يطلع ميتشو مجرم حقيقي. وسام مرسي بيقول المنظومه فاشله في نادي الزمالك. المنسي خليل بيقول بلاش يا منسي. احمد محمود جبريل بيقول ميتشو. كريم عبد الفتاح احمد بيقول مساء الشنطره يا كابتن محمد. مساء الشنطره يا كيمو. اكيد المدير الفني نمره واحد، اكيد المدير الفني واداره النادي في سوء اختيارهم للمدربين. نمره 2 40 يوم توقف من غير مبرر من الاتحاد المصري سلاح ذو حدين للانديه. 3 ياتي دور اللاعبين وطموحهم وجاهزيتهم. يعني اغلب التعليقات يا كابتن احمد بتقول يا الاداره يا ميتشو يا الاثنين. بس هم تجاهلوا اللعيبه. انت رايك ايه؟ لا انا رايي ان حته ال 40 يوم دول، طب ما النادي الاهلي توقف كان برضه كان ما كانش بيلعب لمده 40 يوم. انا شايف ان ممكن الفتره دي كانت اثرت على نادي الزمالك، لكن نادي الزمالك وحش اصلا من قبل التوقف. وعايز اقول حاجه ان كابتن خالد غندور، كابتن خالد انا كمان اتخدعت في ميتشو بامانه. انا بعد اول مباراه اتصلت بابراهيم عبد الخالق قلت له المدرب ده عالمي،
واول مره عيني تخني في حد. ده مصر كلها اتخانت. لا 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 بجد ماتش بيراميدز كان بجد. طبعا برضو المستشار مرتضى طبعا المشاكل ما بتخلصش من نادي الزمالك وطبعا بيدخل نفسه هنا ويدخل نفسه هنا. انا دايما بقول ان رئيس النادي ده لازم عشان توصل له وتتكلم معاه لازم يبقى فيه، لكن ما يكونش على طول مشاكل متاحه. الكابتن محمود الخطيب بيتشتم قد ايه وبيتكلم عليه قد ايه، لكن عمره ما بيرد وعمره ما بيخش، لان زي ما بقول لحضرتك النادي الاهلي مختلف. بدانا الحلقه بتهنئه وفرحه للمنتخب الاولمبي، وبنختم الحلقه دلوقتي، وطبعا ده لسه ما ختمناش، بس بنسال حضرتك طبعا اكيد انت واحد من الشعب المصري فرحان ومبسوط بتاهلنا لطوكيو، شفت اداء المنتخب الاولمبي ازاي مع الكابتن شوقي، ومين ثلاثه لعيبه اللي ترشحهم للعب في طوكيو مع المنتخب، ولا انت شايف ان احنا مش محتاجين حد من الفريق الكبير؟ ببارك طبعا للشعب المصري كله على فوز المنتخب الاولمبي ببطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه. بصراحه الجميل في البطوله دي ان هي اداء ونتيجه، يعني ممكن تاخد بطوله لكن ما فيش اداء. لا بس ما شاء الله انا حسيت بريحه الكابتن حسن ومنتخب الكابتن حسن، منتخب السجدين طبعا. لا الولاد ما شاء الله عليهم اداء ممتاز، اداء متميز، روحهم مع بعض. الكابتن ده اللي هيجي لك فيه بعد شويه، الكابتن شوقي مدرسه الكابتن حسن شحاته اللي هي مدرسه كلوب، اللي هي مدرسه العامل النفسي اللي دي اللي بنتبعها في النادي عندنا، وبرجع لك للنقطه دي. كابتن شوقي يعني لعيبه منتخب مصر داخله المباراه ان هي لابسه اقنعه وبتسقف وبتاع، المدربين بتوع اليومين دول يقول لك ايه ده مش مركز، ده داخل يهزر داخل يهزر. بالنسبه للثلاث لعيبه اللي انا ارشحهم للمنتخب ان هم موجودين في طوكيو، طبعا نجمنا الكبير محمد صلاح لا غنى عنه طبعا في بطوله طوكيو. طبعا انا بقول ان في وجهه نظر ان اللعيبه اللي صعدت تروح، لكن اي حد هيتقلنا لازم نبقى لازم يبقى موجود. احنا رايحين نلعب على بالظبط الكابتن شوقي، رايحين نلعب على ميداليه بالظبط، رايحين نلعب على ميداليه. هو بصراحه قال تصريحات ناريه، يعني قال لك انا تمثيل المشرف انتهى وانا رايح العب على ميداليه. انا عايز اشوفه بعد طوكيو هيقول ايه. لا من حقه ان هو ينقل لعيبته وطموحه، وهقول لحضرتك حاجه، اي انسان في الدنيا قادر ان هو يوصل لاي نجاح اي انسان تاني يوصل له، فمش بعيد. اللعيب التاني اللي انا برشحه احمد حجازي، والتالت طارق حامد، بحيث ان كل خط يكون عندنا فيه واحد. في نهاية حلقتنا أنا عايزك توجه رسالة للمسؤولين تخص نادي المجد، إيه اللي محتاجه نادي المجد بتوجهه لمسؤولي اتحاد الكورة؟ أنا بناشد طبعا المسؤولين في اللجنة الخماسية اللي بتدير اتحاد الكورة بإقامة دوري الدرجة الرابعة بأسرع وقت ممكن. البراعم بدأوا أستاذ محمد، والدرجة الرابعة لسه ما بدأتش. الدرجة الرابعة في لعيبة فاتحة بيوت، لعيبة كتير جدا تسترزق بالمكافآت والكلام ده كله. وبناشد طبعا المسؤولين في اسكندرية بالالتفاف حوالين نادي المجد، وبرضه يبقى في دعم للنادي من خلال الشباب والرياضه من خلال المحافظه. احنا نادي برضه زي ما بقول لحضرتك، احنا متصور العالم ان احنا بنصرف كتير جدا، على فكره في المعقول خالص، بس الحمد لله مفيش حاجه بتتاخر، بتكسب بتاخد المكافاه على طول، بنراعي الواد الصغيرين في البدلات والكلام ده كله. حابب لو احنا وصلنا لنهايه الحلقه لو حاجه سريعه قوي سريعا، حابب اشكر طبعا كل افراد المنظومه في نادي المجد، وحابب اشكر مستر اسلام على دعمه اللامحدود للفريق وللنادي. ومساء الشنطره عليك يا استاذ محمد، سعيد جدا ان انا كنت مع حضرتك، وحابب بس احيي والدتي واسرتي انهم متفرجوا عليا، وانا والدتي طبعا انا ماشي بدعوتها، وان شاء الله يا استاذ محمد اوعدك ان شاء الله باذن الله نادي المجد هتلاقيه في حته بعيده ان شاء الله في الاقل عدد سنين. بالتوفيق ليك والنادي المجد والاستاذ اسلام الصياد المحترم، ولكل جماهير اسكندريه ولسيد البلد وللنادي الاولمبي ان هو يطلع. اشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا، ومساء الشنطره عليك. فقراتنا خلصت، حلقتنا خلصت، ضيفنا وانا ان شاء الله نكون قدمنا حلقه نالت على ارضاكم واعجابكم. اشكركم شكرا جزيلا، لازم ومهم وضروري تنتظروا الحلقه الجايه من الكوره مع الشنطوري الثلاثاء القادم بمشيئه الله الساعه 12 مساء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.